في فرق كبير جدا او في اختلاط الان دلوقتي ما بين التقنيات عموما او استخداماتها زي الذكاء الاصطناعي والميتافيرس. الناس بتعتقد الميتافيرس هو الذكاء الاصطناعي، ولكن ده مختلف عن ده. بمعنى بسيط او بشكل بسيط جدا، الذكاء الاصطناعي هي خوارزميات بتستخدم عشان تحاكي عقل البشر مثلا، او ان هي تبدا تعمل عمليات حسابية عميقة جدا وكبيرة قوي في وقت قليل قوي، قصير. ده من خلال كلها حاجات كومبيوتينج يعني. ولكن الميتافيرس هو عالم افتراضي او محاكاة للحياة الطبيعية والبشرية كمان من خلال عوالم افتراضية. في اختلاط ما بين ذكاء اصطناعي والميتافيرس والواقع الافتراضي، وحاجة اسمها الواقع المعزز وحاجة اسمها الواقع المختلط. يعني يعني الموضوع كبير أوي، كبير. في تقنيات كتيرة قوي كلها، كل الناس ممكن شوية او اغلب الناس يعني بيحصل اختلاط ما بين هذه الامور. الذكاء الاصطناعي هو بيدعم العوالم الافتراضية. الذكاء الاصطناعي هو متواجد في جميع انواع الحياة، احنا بنستخدمه في كل شيء بلا استثناء، حتى في موبايلاتنا الهاتفية برضو احنا ممكن بنتكلم مع سيري، بنبحث في تحليل داتا وغيره، يعني في ابسط الاشياء. حتى دلوقتي في، لو حضرتك تعرفي، الاجهزة المنزلية برضو طبعا بقى في بتقدم من سمارت خلال هومز اصلا، سمارت بقى هومز البيت كتير. كله على بعضه سمارت هوم، بتكلمي التكييف وبتكلمي التلاجة وبتكلمي التلفزيون، واقفل افتح لا كل ونظف، حاجة، في اللي هي بتنظف اللي هو مكنسة بتدي لها بالظبط. اوردرز تنظف. ده كله ذكاء اصطناعي. العالم بقى الافتراضي او الميتافيرس الميتافيرس ده حاجة يعني اعمق بكتير. هو ممكن خد شهرته اكتر، او كل الناس بدأت ان هي تهتم بكلمة ميتافيرس وايه الميتافيرس ده، لما ساعة مارك لما عمل 2021 موضوع الفيسبوك ده. عمل فيسبوك حوله لشركة ميتا. ميتا. طب هو اصلا ليه برضو خد الرواج الكبير ده، مع ان ميتا ده من قبله بسنين وشركات كتير شغالة في الميتافيرس؟ عشان احنا لو هنقول استخدامات، حوالي 2 مليار على مستوى العالم بيستخدموا الفيسبوك، واتساب، انستجرام، كل دول كل الاعمال بتاعتهم قائمة اصلا على العالم السوشيال الافتراضي. ميديا. يعني ده في كمان صحف كاملة كاملة كل شغلتها هي من خلال السوشيال ميديا اساسا. دي حقيقة. فالاعمال والتسويق والتعليم وكل شيء، في يعني مؤسسات كبيرة تدار من خلال السوشيال ميديا. فلما نقول الاتنين مليار مشترك على مستوى العالم ان كل اعمالكو اتحولت لحاجه اسمها ميتا، فكان لازم يلقى الاهتمام العالمي ده كله، أكيد. عشان هم مجبرين سواء هم تقبلوه او ما تقبلوش ان هم هيستخدموه الفترات القادمه. خلاص هو امر واقع لان ده بقى ميتا. طب ايه ميتا بكل بساطه، او الميتافيرس؟ انا بعتبره بشكل بسيط جدا هو الجيل الثالث من الانترنت. يعني احنا دلوقتي عايشين في ويب 2، احنا كل السوشيال ميديا ده ويب 2. لو هنقول ويب 1 من زمان جدا، ما كناش نتخيل، يعني كنا نيجي نبعت صورة تقعد اليوم كله، ما كناش الحقيقة. نقدر نتخيل ان في حاجة ويب، ان احنا نقدر نكلم بعض فيديو كول واعمالنا وكل الحاجات دي. والسوشيال ميديا كفكرة ما صح. كانتش بالشكل ده. كذلك احنا بنعتقد ان في ويب 2 سوشيال ميديا احنا الكنترولينج لحياتنا، صح؟ ده أكيد. يور اكاونت، انت بتعملي اللي انت عايزاه. لا خالص، احنا هو ويب 2 في مشاكل، مشاكل ضخمة. اولا خصوصية، تاني حاجة ان احنا نوت كنترولينج، يعني مثلا ممكن لو عملنا اي حاجة مش مظبوطة ممكن اعمالنا كلها، لو بقول صحف مثلا وغيره قائمة على السوشيال ميديا، ممكن يقفلوا لهم القناة بتاعتهم خالص دي حياة بتحصل. والداتا خلصت شكرا. وما بقاش ليهم وجود. فدي مشكلة كبيرة جدا، انت ما تملكيش حق بياناتك وحاجتك والشغل بتاعك نفسه. فدي أزمة عالمية. وتاني حاجة، اي حاجة بنستخدمها بدون دفع مقابل ليها احنا اللي بنبقى السلعة. يعني ده بمعنى بسيط، فاحنا بنستخدم السوشيال ميديا فور فري. كذلك احنا بنعمل في التيرمز اللي احنا بنوافق ان هم يقدروا يستخدموا بياناتنا، احنا صح، يبعوها. بنوافق. اجري اجري اجري.
واحنا مش عارفين نعمل اجري على ايه اصلا يعني. مفيش حاجه اسمها بديكي حاجه فور فري. لو اي حاجه فور فري يعني هتلاقيها بتاخد بدلها داتا. احنا اللي بنبقى المساله دي. فعشان كده كان في احتياج شديد ان يكون في ويب تاني قائم على الملكيه الكامله للبيانات. بمعنى انا دلوقتي انتجت، احنا هنا اعيش سعيد. اوكي. لو احنا بنحط الحلقات بتاعتنا او قائمه على السوشيال ميديا، حلقه حضراتكم عملتوها وتعبانين جدا فيها، ممكن في السوشيال ميديا فيسبوك ايا كان ايه هي السوشيال ميديا، ممكن يوتيوب، اي حاجه يروح قافلينها او حاسفينها او ما يبقاش ليها وجود. لا، في الميتافيرس او هنقول بقى ويب 3 اللي هو قائم على الحريه كامله وملكيه البيانات، انت تقدري يعني تروحي حطاها هنا، لو حذفوها تقدري تحطيها في 1000 مكان تاني، انت بتملكيها ملكيه كامله وما يقدرش يحذفها اصلا. يعني انت بتملكيها. فويب 3 هو قائم على حفظ الملكيه، حفظ الخصوصيه، محدش بيعرف انت مين. تاني حاجه ان احنا هو بيبقى قائم، انا مش عايزه اقول مصطلحات شديده شويه او حاجه، بلوك تشين ومش عارف ايه والان اف تيز والكلام ده كله، لا يعني خلينا بشكل بسيط. هنقول هو الميتافيرس هو الجيل الثالث من انترنت 3 دي.